السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي معايا في فيديو جديد. النهاردة هقولك إزاي تعرفي المست ده من فيكتوريا أوريجينال ولا كوبي. أنا حصلت معايا للأسف مرة وكنت زعلانة جدا، وإن أنا أحط فلوس سعر الأوريجينال في كوبي بتبقى بتزعل، وفي ناس للأسف بيبقى ما عندهاش ضمير وبتبيع الكوبي على إنه أوريجينال. فيلا معايا نشوف الفرق. ده المس، ده الإصداري القديم بس لسه موجود. أول حاجة هتكلم عن الغطاء. الطبقة الشفافة دي ما عادتش موجودة في الإصدار القديم، والإصدار القديم الغطيان بتاعته معظمها أسود. فاحنا هنتكلم عن الإصدار القديم ده. الجزء الأسود ده بيلف زي ما انتوا شايفين كده، بيلف بكل سهولة. في الكوبي ما بيلفش خالص خالص خالص. نيجي عند الفتحة اللي جوه دي، الكوبي ما فيهوش الفتحة دي. طبعا المس ده اوريجينال، فالفتحة دي في الاوريجينال بس، الكوبي ما فيهوش الفتحة الصغيرة اللي جوه دي، ولا الغطا بيلف بالمنظر ده. اجي بقى للباكت ذات نفسه. الكتابة دي اللي هي الجزء الاسود اللي مكتوب عليه فيكتوريا سيكريت، في الاوريجينال تقيل، يعني ما تشوفيش من وراه الانبوبة. يعني دلوقتي كده شايفة الانبوبة؟ لا ما تشوفيش الانبوبة، لكن الكوبي الجزء ده شفاف وتشوفي من وراه الانبوبة، حتى شوفي هو تقيل ازاي. تمام. نيجي بقى اهم حاجة وسهل جدا تعرفي منها اذا كان كوبي ولا اوريجينال، ان الانبوبة اللي جوه شايفين الجزء الابيض التقيل ده اللي رابط الانبوبة بالبمب وبيبقى جواه السوستة بتاعت البمب، احنا مش شايفين السوستة، زائد ان الجزء الابيض ده تقيل. في الكوبي الجزء ده شفاف ومبين السوستة اللي تحته، تشوفي السوستة اللي تحته بوضوح جدا، مش باينة كده. انا حاولت اجيب مست فاتح عشان يبقى باين الجزء بتاع السوستة ده، لان في الكوبي السوستة بتبقى باينة جدا والجزء ده شفاف، ده السوستة مش باينة تماما اهو. وبعدين تحت بقى احنا شايفين في جزئين كده مجوفين، والجزء ده في الكوبي الجزء ده بيبقى متغير مختلف عن الحتة دي كده، شايفين؟ مختلف تماما عن المنظر ده. طبعا انا شايلة الورقة بتبقى بالمنظر ده، فيها السعر وفيها الاسم والباركود، وتحت كمان السيريال نمبر. كده واضح تمام. نيجي بقى للعطر. لما ترشي من العطر كده خلاص طلع الرذاذ كده، لا مفيش اي حاجة هوت على العطر من بره، مفيش اي سائل. في الكوبي لما بترشي بتلاقي سيل كده من هنا ونزل عطر كتير كده من الجوانب، لا الاوريجينال مش بيسيل ولا بيوقع زي الكوبي. للأسف ما بيبقاش في فرق كبير في ريحة العطر، لكن طبعا بيبقى في فرق في الثبات. لكن ممكن يعني ما تاخديش بالك ويدخل عليك الموضوع، لكن الحاجات اللي قلتلك في التصميم الخارجي للباكت دي أساسية. لو لاحظتي اطمني على المست الأول بشوية الحاجات اللي قلتلك عليها دي. طبعا كلنا لما حد فينا بيضحك عليه ويشتري مست بسعر غالي ويطلع كوبي، الموضوع بيزعل جدا للأسف. وللأسف في ناس كتير بتستسهل المكسب بالشكل ده، فيعني ناخد بالنا. وإن شاء الله هبقى نزل قريب إزاي تعرفي الكوبي والأوريجينال من المستات بتاعت باس. يا رب الفيديو يكون عجبكو، ولو كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، ولو اشتركتي في قناتي ولسه جديدة ما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.